خلي كل من يستمع ويتابع. أهلا وسهلا بك. فعليا يعني اقتحام لقوات الاحتلال لمخيم نور شمس، وجاء هذا الاقتحام بعد حدث كبير يوم الأمس بعملية القصف المباشرة باستهداف الشهيد سعيد عزة جابر الذي ارتقى شهيدا بالتأكيد. يعني فعليا هذه الانتهاكات متواصلة بحق مخيم نور شمس، حدثنا أكثر عن تطورات الصورة مع هذا الصباح. يعني يمكن القول وفاء أن اقتحام مخيم نور شمس دخل ساعته الرابعة من عمره هذا فجر اليوم. قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، كانت اقتحمت المخيم من بوابة تساني عوز غرب مدينة طولكرم، بوابة 104 تساندها الجرافات الضخمة الدي 9 والجرافات العجلية، بالإضافة إلى العديد من الآليات الاحتلالية. في مخيم نور شمس في هذه اللحظات لا نسمع إلا أصوات انفجارات وأصوات ودوية إطلاق نار بين الحين والآخر. الانفجارات يعني هزت المخيم وتهز حتى المحيط، محيط المخيم من كافة الجهات، أصوات الانفجارات شديدة للغاية. هذا يؤشر إلى أن العبوات التي يتم تفجيرها بآليات الاحتلال هي آليات أو عبوات ضخمة وكبيرة. بالإضافة إلى ذلك جرافات الاحتلال تعمل على تدمير ما تم تدميره سابقا خلال الاقتحامات السابقة. بالمناسبة وفاء هذا الاقتحام جاء بعد حوالي 80 يوم من عدم اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، فبالتالي هو اقتحام كبير. أعمال تدمير ممنهجة تقوم بها جرافات الاحتلال الإسرائيلي. خطوط المياه دمرت بفعل أعمال التجريف، مناطق كثيرة من المخيم قطع عنها المياه بسبب قطع الخطوط الرئيسية المغذية لمناطق عديدة في المخيم. الآن هناك أصوات إطلاق نار بشكل مكثف في المخيم، بالإضافة إلى ذلك أيضا تدمير الشوارع وتدمير الساحات العامة وقطع شارع طول كرم نابلس الرئيسي والحيوي بفعل أعمال التجريف التي قامت بها قوات الاحتلال وجرافات الاحتلال، تحديدا في محيط دوار سيف المدمر أصلا والذي مسحته جرافات الاحتلال عن الوجود في اقتحامات سابقة. تحذيرات للسكان وفاء يعني وجهت لعدم الاقتراب من النوافذ والابتعاد عن أسطح المنازل خشية رصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاقتحام وفاء جاء بعد أقل من 24 ساعة على عملية الاغتيال التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحق نشطاء ومقاومين فلسطينيين من مخيم نور شمس، عندما استهدفت بناية من 3 طبقات أدت إلى ارتقاء سعيد القيادة في كتائب أو في كتيبة طول كرم الجناح العسكري لسرايا القدس سعيد جابر، وإصابة عدد آخر من المواطنين. لكن معين بصراحة يعني مثل هذا الاقتحام فعليا يعني كل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال هي لن نقول أننا اعتدنا المشهد، لكن للأسف تزداد بشاعة فعليا. ولكن أن يأتي هذا الاقتحام خلال أقل من 24 ساعة يعني إنجاز التعبير لم يكن متوقعا، خاصة وأنها استهدفت أحد القادة الكبار على مستوى المطلوبين من المقاومة مين بالنسبة لديها، وبالتالي أن يأتي هذا الاقتحام مباشرة مباغتا يعني وباستخدام الطائرات. صحيح صحيح، وبالتالي هذا الاقتحام أيضا يعزز صورة يعني العمل غير المتوقع أو المباغت بنفس الوقت. يعني ربما يأتي في إطار ذلك، ولكن لا تنسي وفاء أن سموتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي كان هدد بتحويل طول كرم ومخيماتها إلى غزة الصغرى، إلى ما يشبه غزة من حيث التدمير والقتل الممنهج. جالانت أيضا وفي عقاب استهداف مستوطنة بيت حيفر أيضا وعندما زارها أيضا صرح بذات التصريح. فبالتالي يعني هذا يعني القتل والتدمير والاقتحامات هي جزء أساسي من عمل
الماكينة والاحتلالية في الضفة الغربية وكما في قطاع غزة، فبالتالي ليس بجديد على هذا الاحتلال عمليات القتل، عمليات تدمير المنازل، عمليات تدمير البنية التحتية، كل ذلك يأتي لتعميق أزمة المواطنين وكسر الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية. يعني اليوم أثناء دخول قوات الاحتلال وقت حملة الكرم وفاء دمرت دوار اليونس بشكل صحيح. كبير، دمرت دوار كتابة أيضا بشكل كبير، فهذا جزء من العقلية الاحتلالية التي تهدف إلى تدمير الشجر والبشر والحجر. وأيضا يأتي أيضا هذا الاقتحام وفاء في ظل حالة توتر تسود أوساط آلاف الطلبة، طلبة التوجيه في محافظة الكرم هذا الصباح، حتى اللحظة مصير هذا الامتحان التوجيهي حتى اللحظة لم يتحدد. والكل يسأل ويستفسر، وأن إذ أن هذا الاقتحام لا يزال متواصل، ونحن نعلم أن يعني التخوفات أحيانا من التنقل وصعوبة التنقل في ظل هذه التجربة. طبعا هذا وهذا امتحان مركزي وفاء، الأسئلة مركزية ليس على مستوى محافظة الكرم بل على مستوى محافظات الضفة الغربية، فبالتالي حالة توتر شديدة. نحن نقترب من الساعة 8:00، يعني بقي أقل من حوالي ساعة من أجل بدء هذا الامتحان وانطلاق وهذا اليوم في قاعات التوجيه، فبالتالي هناك حالة من التوتر. على كل حال أنا تواصلت مع مدير التربية والتعليم صباحا أو في بالأحرى في ساعات الفجر الأولى مع بداية هذا الاقتحام، نعم. وهناك اتصالات يجريها مع الجهات ذات العلاقة سواء في وزارة التربية والتعليم أو في محافظة طول كرم لتقييم الحالة وإصدار القرار المناسب بخصوص هذا الامتحان. فبالتالي يعني أجواء التوتر هذه تنعكس بشكل خطير جدا على نفسية الطلاب، إن ما تم تأجيل هذا الامتحان أو اتخاذ قرارات أخرى، يعني حتى لو عقد الامتحان في مناطق خارج المناطق التي تقتحمها قوات الاحتلال، فإن الطلاب لن يكونوا بحالة نفسية تمكنهم من تأدية هذا الامتحان. نتحدث عن مرور قوات الاحتلال من الأحياء الشمالية لمدينة طول كرم، وأيضا في عدة مناطق بشارع نابلس، هناك مدارس، هناك قاعات توجيه، فبالتالي الأجواء ليست سهلة، وهذا يعني ربما أنا إن ذلك ربما كان مقصودا من قوات الاحتلال باقتحامها في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وبالتأكيد هي ولا تنسى أيضا معين يعني فعليا الحالة النفسية التي مر بها أهلنا في مخيم نور شمس يوم الأمس، يعني لا تزال متأثرة وفعليا يعني مصدومة مما حدث بالقصف بالطيران، وبالتالي نفسية طلبة الثانوية العامة في المخيم هي الأخرى متوترة وقلقة. أضف على ذلك هذا الاقتحام ليزيد الأمور تعقيدا بصراحة، نأمل يعني أن يتم الانسحاب في أسرع وقت ممكن وحتى قبل الاقتحامات وفاء الصورة التي الآن انفجار كبير جدا هز المنطقة وفاء. نعم استمعنا للصوت صحيح. الآن انفجار هز المنطقة، سحب من الدخان تتصاعد بشكل مكثف، ربما أعتقد في وسط المخيم هناك انفجار عبوة ضخمة جدا سبقها إطلاق نار، سحب الدخان تتصاعد في السماء بشكل كبير وواضح. نعم هذه الآن الاشتباكات تتجدد، الاشتباكات أصوات العيار النارية إجمالا يبدو بالتأكيد أن الأوضاع آخذة بالتطور داخل أروقة المخيم، وكالعادة الاحتلال يمنع وصول سواء الطواقم الصحفية أو حتى الطبية وطواقم الإسعاف، حتى يبقى التكتيم والتعتيم على ما يجري داخل المخيم هو سيد الموقف بالنسبة لقوات الاحتلال، وتغيب الصورة بشكل كامل عن أعين المشاهدين، وكذلك الحال تغيب عملية الإسعاف أو حتى إمكانية إنقاذ حاجات المصابين الذين يمكن إنقاذهم، تفوت عليهم الفرصة حتى تتأكد من إزهاق أرواح بشكل وهذا مؤثر وفاء، خاصة في اقتحامات سابقة كانت حتى وإن عاقت مرور سيارات الإسعاف وسمحت لها بالدخول كانت تعيق خروجها واعتقلت عدد من الجرحى في اقتحامات سابقة، كلنا نتذكر ذلك.
في مخيم نور الشمس. إجمالا سنتابع معك معين التطورات المتواصلة وكذلك ما الذي سيحدث في الساعات القادمة. أشكرك جزيل الشكر الزميل معين شديد، أطلعتنا على تطورات اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس وأصوات الانفجارات استمعنا إليها عبر الهواء مباشرة مع حضراتكم. وبالتأكيد لا تزال القوات تنتشر في مناطق مختلفة من في محيط المخيم. إجمالا نكمل معكم وأينما كنتم، لكن سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعيد